بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ بصورة عامة مشاهدينا الكرام، وقبل أن نتحدث عن تلايد أهل البحرين، يسعدنا إعطاؤكم فكرة عامة عن أنواع الإبل وأشكالها وألوانها ليكون مدخلا للموضوع الرئيسي للبرنامج. فتعالوا معنا نتجول في عالم الإبل ونكتشف حياتها. كما أن البعير يغار على قطيعه من الآخرين حتى وإن كانوا من البشر أنفسهم، ويقال عن الناقة التي فقدت وليدها الخروج، وهناك عملية تسمى بعملية التطير. كما أن هناك عملية البو، وهي حين يموت أحد صغار الهجن ولا يجد الراعي في القطيع ما يضيره عليها، فهو لا يدع حليب الناقة يقزر في ضرعها لكون الناقة لا تحلب إلا بعد أن تدر على صغيرها. وهنا يكون لزاما على الراعي أن يقوم بعملية البو، وهي سلخ فروة الحوار الميت وحشوها ببعض القماش لإبراز هيكل الحوار، وهذا ما يعرف بالبو. وكلما أراد أن يحلب الناقة أو ما عليها بالبو لتشم رائحة فروة صغيرها التي لا تنكره لتدر الحليب. للإبل نباتات رعوية تتغذى عليها، فدائما ما نشاهدها تسرح لتأكل. ومن أهم هذه النباتات العرفج، الرمث، الحمض، الرغل، القيصوم، الثمام، النصي، الشيح، الأرطة، الغطا.
فالواحد إذا يسمع عن محبة صاحب السمو الوالد للابن وتشجيعه لنا على المحافظة على هذه العادة التاريخية، الواحد ما عليه إلا أنه يتشجع يعرف المزيد عن الإبل، وده كله يمارس هواية القنص وهواية ركوب الإبل ومشاهدة الإبل والمعرفة عن تاريخهم وعن محبة أجدادنا للإبل. فأنا السوالف اللي سمعتها من والدي والكلام اللي تعلمت منه كان أكبر داعم لي لنعرف عن الإبل. وأن حضرت كذا مرة سباقات وأسواق للإبل في المملكة الله يعزهم، في مناطق كثيرة يسوون فيها مزاد وأسواق للإبل، منها منطقة أم رقيبة وهي منطقة زرتها، وشجعني الوالد الشيخ علي على زيارتها وعلى الروحة لها، وشفت فيها الكثير من أنواع الإبل اللي إحنا ما عندنا إياهم أو ما نشوفهم وايد في البحرين، مثل الوضح، وهذه كثير عند قبائل الشمال اللي صوب الحفر وينوب اللي نوبي الحفر عندهم إياهم. فشفت في السوق الوضح الأرشاب البيض، وهذه منطقة مرقيبة تعتبر من أهم الأماكن اللي يقام فيها سوق ويقام فيها يعني بيع وشراء للأرشاب، فكثير من الرعيان يجون ويبيعون أرشابهم وحلالهم، فهذه في منطقة أم رقيبة. 3,100,000 ريال قعد أسري. كم واصل العير يا بركات؟ العير طال عمرك 25 مليون على علي الحسين علي جهنم الدكتور. الله يطرح المركز. وإذا الواحد يروح شمال أم رقيبة صوب الحفر، في مناطق كثيرة سمعتها من والدي ومن القصايد والشعر اللي قريتهم في عدة كتب ودواوين عن الريضان اللي الأرشاب الأول يرعون فيهم، مثل روضة طويمنات، وطويمنات هي روضة يقنصونها الأوليين على حياة الشيخ حمد بن عيسى، وهي من أشهر ريضان السعودية وريضان جزيرة العرب. وروضة طويمنات فيها الحباري ويقنصونها طبعا اللبل ذاك الوقت، وعقب على حياة الشيخ سلمان، وعقب بالسيارات. وكل ما راحوا شمال صوب شمال شرق صوب سوبان وشمال عند قرعة مديرس، وقرعة مديرس منطقة قرعة يعني ما فيها نبات ولا عشب فيسمونها قرعة، اللبل هناك ما يأكلون من العشب لأنه ما هنا عشب، لكن يروحون مسراح للقنص، ساعات الواحد يعين له شيء يصيده يروح هالمناطق ذي للقنص للصيد، أو سجة في البر رحلة وروحة في البر. والمناطق اللي شرق النجيرة وصوب النعيرية هذه مناطق برية، الأول كانت طبعا غير وفيها الإبل، الواحد يشوف الإبل في البر ويشوف السايمات، يشوف الجيش سايمات. وعندنا من الأماكن اللي يشربون منهم الإبل الماي الجلتة، وإحنا هنا في البحرين عندنا منطقة عند الرميثة اسمها جلتة حمود، والجلتة هي المكان اللي فيه الحفر اللي عقب ما يطق المطر ماي المطر يتيمع في الجلتة، فيشربون مو بس الأرشاب حتى الناس يشربون من ماي الجلتة، ماي المطر اللي يتم في الحفر اللي في البر، ويعتبرون هذه الماي ماي نظيف وماي صافي ويشربون منه، ويعتبرونه يعني يستبشرون بدائما عقب المطر أنه الماي يبقى في الجلتة، مثل ما قال الشاعر الأمير أحمد بن عبد الله السديري في بيت مشهور يمدح شلون الماي عذب والماي زين اللي من الجلتة، فيقول الله على شربة غدير النظيفة من جلتة ما كدره دلوم إياح. والجلتة فيها غدران، والغدير الماي هو الماي اللي الجاري على البر، فالأرشاب يشربون من غدران الماي اللي في البر. وفي جلتة حمود حسب ما سمعت من والدي صاحب السمو الشيخ خليفة هي منطقة صيد، ساعات يشوفون فيها قطاء ولا حبارة، لكن عقب الحياة عقب المطر يشربون الإبل من ماي الجلتة.
والارتشاب اللي بهم عطش يقول عنهم الهيم، وهذه ذكر في القرآن الكريم في سورة الدخان في آية كريمة تقول عن الارتشاب اللي بهم عطش شرب الهيم. شرب الهيم يعني شرب الناقة اللي فيها عطش واللي تريد تشرب الماء. فعادة ما يبون الناقة أو الهيم أو الارتشاب اللي بهم عطش يشربون من الغدران ومن الجلتة اللي عندنا هني، جلتة حمود. والارتشاب طال عمرك لها آلة، لها القيد، لها الاخطام، لها ارصاق، لها الصريمة، لها البعير، لها الهيار، اشداد، عتاد، هذه طال عمرك آلة ارتشاب. ومتى يزينون الناقة والذلول؟ وليش يزينونها؟ يزينونها طال عمرك مثل ما يحطون على الفرس سرج ومعرقة وعنان هذا الناقة مثل. ليش العرض الناقة؟ سلامتك ما شفت. لا ما شفناه. ما سمع. سلامتك. العرضة لها الخيل. أما رشاب لا. رشاب حق المقناص. رشاب حق السباق. رشاب طال عمرك شوخ يجنونها على ما تفضلت. المزاين. لا يعني هذا شغل رشاب. هي جاهة. هي جاهة. أكثر جاهة. جاهة لهم. مثل ما قال أبو سعد والعلي زود. يعني جاهة الناقة. يا راكبن. من فوق زين التحالي نضو يسمونه هل الجيش سمحان أشقر ظهير ومن خيار الجمالي تعجبك سلة غاربة بين الأمتان جبر المقفة والمقبة الغزالي فج عبودة والنحر كنه ديوان وعنقه كما غصن حسين اعتدالي الضاع به الأطال سيره بميدان وذيله كما عسون من البسر خالي هلبه قليل وقاصر دون الأكفان كنه على جم الفقود الجلال مجدول عذرة شممت جمع خلال لحدان بن صباح الكبير. مغرد مغرد الركبي اللي على الناقة هو اللي يغرد لا صار طارش المكان او مسافر ولا يبي له محل يغرد يسلي روحه يسلي روحه بالقصر الزيني يغرد ما في خاطره شيء حافظه شيء هو قايله شيء يغرد لا ناسه ايش يقول يا بن معيوف الهجيني والله انا ما من عندك شيء لو بيتين والله ماني بذاكر لك سوينا انا لكم البرنامج اللي يقول تسلم ما أنا أذكرها فاجأني فيها يقول راكب الليلة صعيبة تتضمر من بنات أصيلة ولا مصيحاتي فوقها الربع على شدة شطر وصفها مثل السيوف اللامعات كم سرى الطاية لما كل معبر عودها المحتمين التاليات كم عدو من مغازيها تدمر يشهدون أهل العلوم الطيبات كم عدو من مغازيها تدمر يشهدون أهل العلوم الطيبات كم زعيم من معاديها تحدر حول أنه من قصور طائلات وأنا شخصيا أحب يمكن الصفرة لكن هي كلها طبعا يعني اللون ما يرفع من مستوى الناقة ولا ينزل من جيمتها الا عادة المواري هي اللي يعني في الشكل هي اللي تميز الناقة اكثر من اللون لكن في ناس تحب الحمراء وفي ناس تحب الصفراء وفي ناس تحب الشقراء وهذه كلها اذواق
هي كلها أصايل، وفي ناس من العرب طال عمرك عندهم الأصايل اللي محافظين عليها، واللي يحافظ على حلاله وما يدخل عليها شيء فإن شاء الله إنه يكون يعني حلاله كلها طيب إن شاء الله. اللي وقت الإنتاج راعي الحلال لازم يكون يعني يعرف ينقي الفحل الفلاني مثلاً والناقة الفلانية عشان يكون إنتاجهم طيب. يعني يمكن الفحل يقصرها شيء لكن يتعوض في الناقة، وإذا الناقة قصرها شيء ينقى في الفحل. المواري طبعاً طول القارب والسنام والخشم، هذه كلها مواري يعني الراعي الحلال ينظر لها عشان يعني بقدرة قادر أنه يكون يطلع إنتاج طيب. كل بهيمة تحس، إحنا طبعاً ما نعلم يعني لغتهم ولا يعني مشاعرهم، لكن البهيمة تحس ولازم الواحد يهتم بها ويداريها وما يقصر عنها مثلاً من ناحية الصحية وفي الأكل وفي المكان مثل ما ذكرت لك طال عمرك. طال عمرك أنت تطرقت حق هالموضوع وتذكر ذكرتي يعني بيوم من الأيام رحنا حق جدي الأمير محمد، ورحنا المراح كنا صغار يعني يمكن أنا وأخوي سنين 10 سنوات 9 سنوات، ودخلنا المراح مع واحد من خدامه وجاتنا ناقة اللي هي فرحة المري ونزلت راسها لنا واحنا صغار وخلتنا لين نمسح على راسها ويعني واحنا يعني ما نعرف ما نقدر نوصلها فوق، لكن هي نزلت راسها لي عندنا. وهذه اي يعني هذه من طبعا اللي يبين لك ان الناقة تحس بالناس اللي تهتم بها، ويعني يكون في ألف بينها وبين راعيها. ومن هالموضوع بعد طال عمرك بذكرك ان الناقة يسمونها الذلول. سبحان الله يعني ربك خلقها يعني بهالحجم والقوة الا انها ذلول للإنسان ومطيعة، وسموها المطية انها يمتطونها. وهذه كلها مسميات يبين لك ان الإبل يعني ذليلة للإنسان، وان الإنسان هو اللي لازم يعني يقدرها ويراعيها ويهتم بها، ولا هي ما يعني ما بتقدر تنفع روحها من غير لان راعيها يهتم بها. شداد الناقة او الذلول هذا قال لك كتب اللي هو الحطب، هذه كنا حرف 8 هاي قال لك كتب. مصنوع من شنو؟ خشب، حطب ساي ومنقش. في ناس مختصة طبعا يسوونه حق بعضها، يسوونه حق الزينة. وهذه قال لها الطراحة، هذه لو صرت تركب بروحها يعني قال لها الطراحة. مصنوع من ليف النخل، وطرزونه بجوخ حمر ولا خلق حمر ويزينونه ويعدلونه هالشكل. عقب طال عمرك تجي المحاول، هذا تحط على مركب الناقة من الحرف 8 بعد، يزين ويعدل بعد من نفس الشيء من الليف. هذا بطان أمامي أي من فوق الغارب وينزل إلى صدر يعني بالركبة إن شاء الله بنشوف. لا من تحت زر المطية تشوفها عندك. أول بنية الخلف ذي وبعدين بنية حقها بنركب ذي. هاي أول شيء ركب هنا، هذا أول شيء لا تقوم الناقة.
المسافر حق القاطع طريق حق اللي يعني زاد مزوده حط اموره فيها تخبر زاده من اكله من غيره حتى بعد في نفس الوقت حق الراعي والراعي مثل كل المستخدمه نعم بحط عليه حط عليه الياعد هذا الياعد من شنو هو هذا طال عمرك ذبيح اللي ذبحت طلي ولا الخروف ياخذون صلخه ويدبغونه ويجففونه يتم قال له ياعد مريح مريح حق الراكب مريح حق الركوب نعم يحط عليه عقب البطان هذا البطان يشد عليه شد عليه بطار عشان ما يفرق ما يضيح هذا قال البطان هذا خطار نشمة الخيل تماما هذه مزينة هذه مزينين هذا بعض العرضات تصير حق مناسبات هذه يركبونها طبعا هاي قال لها خطام احنا نقول له خطام وهذا رسل الرسل يطلق على كل شيء قاد يعني هاي الزينة اللي تظهر جمالها يعني لها لون البطاني يتحجزه للتثبيت اي نعم اي طبعا ثبت زين اي طبعا بطلع عمرك وبعد ما راحين جاهزة للركوب جاهز هي بالله جاهز هذه طريقة الجداد والحين المطية جاهزة للركوب Thank you.
شطت مراني دار الأحباب يا زيد، قم لي على مثل القطات الفريد، سروح دون تقطع الركب بالقيد، ما شط من صعب الفيافي تبيد، روقة علندة كنها قايد الصيد، من جات مطرودا إلى رها طريدة، أنشد اللي بالركاط حمدان وعبيد، العامري قل له اطناها تحيده، نقوة إمام عمان ما سنها الحيد، سمحة وسماها الخلاوي جريدة، أركب من الفيحة على طلعة الجيد، في همة الفزاع عجل مديدة، وانت الخبير بيمة القصد ومعيد، دوك الكتاب وفيه نظم القصيد، لا أدبرت تنساب سيب العربي، ومن السهالة كنها بك بليد، تلحظ خلاف لحظها بث صديد، وتسقي أصغى من للحكي يستعيد، وتدوم دوم محذرفات المواليد، وتدني محلات الديار البعيد، في السير تظهر من تفانينها كي ليه، من هجرت السير عنها تزيد، ليه من فهقت الردم خلت تغاريد، غير من تجاذبك الصريمة عنيدة، يوهمك سيرك طيها صحصح البيد، شوق تريد اللي بشوقك تريد، لخالفك عالي وشط الطواريد، أقبض حداد الضلع وطول فديدة، يمناك زينات الغروس المناضيد، ويسراك مثل خيام الأبطح مشيد، لا قابلك مرشد فلا تنشد رشيد، شرف وتدعيك القصور الجديدة، معوادي الضبعة إلى انحابك الريد، برض القطيفي والنفل والشديد، أقطع انياط الريع وانصل أجاويد، كرام المساعي مبعدين الزهيدة، تلقى دواوين بها حفلة العيد، فيها الكرم وعن يمينه عضيدة، أقصد إمام الوفد مغنى المرافيد، نور البلاد وعين شمس البديدة، أقطع انياط الريع وانصل أجاويد، كرام المساعي مبعدين الزهيدة، تلقى دواوين بها حفلة العيد، فيها الكريم وعن يمينه عضيدة، أقصد إمام الوفد مغني المرافيد، نور البلاد وعين شمس البديدة، أعني حمد في مبتدى الحمد واعيد، وجه الفلاحة وي والله وليد. حسين بن علي آل مشرق. للإبلي أيها المشاهدون الكرام أعمار مختلفة، وكل عمر يصاحبه اسم، فإذا كان عمر الإبل 6 أشهر ويعتمد على أمه يطلق عليه حوار، ويستطيع الحوار الوقوف على قدميه بعد 2 ساعة من ولادته والسير على مهل مع أمه، وفي عمر 1 إلى 2 سنين وكان يعتمد على نفسه كليا يسمى مفروض، أما في عمر 2 يسمى حك. إلى 3 سنوات والتقى مع أخيه في الولادة الثانية للأم فيسمى لقي. عمر 4 سنوات إلى 5 يسمى جذ. عمر 5 سنوات إلى 6 سنوات وبدل الزوج الأول من القواطع يسمى ثني. وعمر 6 سنوات إلى 7 سنوات وبدل الزوج الثاني من القواطع يسمى رباع. وأخيرا عمر 7 سنوات إلى 8 سنوات وبدل الزوجة الثالثة من القواطع يسمى ستيس. يستفيدون منها طال عمرك، احنا وقتنا الحاضر ما يستفيدون منها، يستفيدون منها الاول طال عمرك، من اول يستفيد من حليبها ويستفيد من لحمها ويستفيد يشد وينزل عليها، الوبر يسوون منها بشوت ويسوون منها امور كثيره. لا البيت الشعر لا ما يسوونه. الإبل في أعمار، من الحوار إلى ما يكون فحل أو إذا ما إلى ما يكون ناقة. لا شل الأعمار الإبل؟ الأعمار طال عمرك تبتدي من يوم إنه حوار وتم في حضانة تمه لين قديب السنة، سنة يفردونه قال له مفروض،
عقبها حق عقبها لقي عقبها جذع عقبها ثني ويروح عاد يروح رباع يروح سديس يروح لا لا يغادي هرش إن كان بعير كان ذكر صار بعير ويغادي هرش وإن كان هناقة صارت ناقة الفاطر فاطر قال لها فاطر قال لها فاطر هي من يشق نابها وهو يقال لها ناقة عساف طال عمرك العساف مثل ما قلت لك من يوم إنه يفرد يتعلم على القيد ويرصغونه يعلمونه على الرصاب يعلمونه على الخطام يخطمونه ويضربون له قب في الأرض ويصرونه شوي يخلون يجبرونه يعني إنه مدنع شوي عرفت لين يلين راسه يومين ثلاثة أربعة إيه طال عمرك العامل بعد ويعلمه يفره وهو مرصوه وهو محله لين يعاود يمشي يعاود على القيد يعاود على الخطام وتعب هي طال عمرك قليصة عليها ركبي وينخطم القعود ولا البكرة وتربط فيها ويسرح يروح كل وين ثلاثة أربعة يتبعه ياخذ الأيام أسبوع أسبوعين عشرة أيام الين يتعلم عقبها طال عمرك يولون احد من الرعيان ولا اللي ادبه يركب عليه ويمشي معاه يباري يومين ثلاثه اربعه وعقب لا يهمله بروحه يعرف العادي يعرف الدرب ده ما في شك ان صاحب الحلال طال عمرك الحلال هو يعرفه الحلال طال عمرك يعرف رعيه اللي اقبل عليه وصوت عليه باسامي فلانة لها اسم وفلانة لها اسم وفلانة يديها بالصوت وتيه إيه نعم تحفظ ما يحتاج تعرف نعم. صوته وغير هذه ولف ما بقى أحلى من ولف الناقة وأخير من أطباع الناقة ولكن عند ناس وناس ليه صار لها ناس طال عمرك يصبعونها بضرب وناس يقصرون عليها عيشتها وناس مضمرينها هنا في أمور كثيرة يعني لا تجحد وتكره الناقة ولف وهي طبعون وهي طبعونها يا الشيخ عيسى طبعونها الله يسلمك من يوم منها مفروده ولا معامها يلقمونها القام لقمه تمر ولا لقمه شيء عشان توالف وتوالفهم ويندبها بالصوت وهو يلقم هذه وتعرف ان هذا هلها بعد لو ندبها تدري ان هذا راعيها انت تحبه مرت عليك سالفه في حب بين ناقه وصاحبها ضاعت او سرحت او اختفت أنت مساعدت عليه إنسان والله في سالفة صارت في السعودية إحنا لا شفناها لكن على قول اللي أحضروا وشافوها قلوا في واحد من هالوادي وتوظف في أرامكو في الشرقية يعني تخبر من أول اللي توظف في الشرقية يأخذ لها سنين ما يشوفها له ولا في السنة مرة وهم هلبل شاروا عليه شيبانه وإخوانه وجماعته قالوا يا فلان خذ لك كم ناقة خذها عندك أنا استانس عليها وعشان ما تتعرض للمشاوير خداها حول يمكن الزلل مني ذا الحين حول ست ولا ثمان تمت عنده خداها فصفري ويوم جاء القيد طرى عليها يوم لها ترد من أول على قلبانها عندها لها يوم جاء القيد روحت والريال في وظيفة لا هي دائما روحت دور معينها راحت لسنين في حوالي 4 سنين ولا 5 سنين وهم حول حول دول الوادي حول الديار اللي توالي الوادي ويشوفها كان حق أخوية اللي معالف لف على ذا النوقات يوم لف عليها ولا عرفان فلانة وفلانة وفلانة نشد وين راعي ذا البل قالوا فلان نادوه قال يا فلان النوقات ذي ثراها لي قال كيف لك وهي لها عندي يمكن حوالي 4 سنين ولا بعد ما الرجال ما قدر يعطيها اياه قال اثبت قال انا بروح فوق ذا الطويل ذا الحزم وبندبها بالصوت اللي بيني منها تراه قال ابد اللي بيك يروح في ذاك الطويل في ذاك الحزم ويندبها بالصوت ما ادري عاد نبزها يا غافلين ما ادري ينبزها يوم قامت تظهر من امهاتها وتجي تسع لين وصلت عنده يقولون انها واحده منها تبي ترقاله فوق لكن ما قدرت قال بس 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 يا فلان صحيح بس يا فلان هذه ما في كلام
اعطاها اللي اعطاه قال عاد حشوانها وحيرانها الله اعطاك اياها. نعم هذه طال عمرك دليل الوفاء دليل الوفاء وصوت راعيها يندبها. اي مبروك مبروك. وهي يعني يقول لبن الاسرار ما حد يعرفها الا صاحبها. مثلا شو الاسرار هذه؟ والله يا اخوي اسرار ما من اسرار ولكن اللي يتمعن فيها سبحان الله. يعني لو صرت على سبيل المثال في بر احنا شيء شفناه بالعين نقنص مقانيص برا مع المرحوم الاول ونيجي عام ما فيها مخلوق ونعين لها جواد تمشي جاده انتبعت الجاده هذه يا حولتك على عرب ولا حولتك على ما تشرب منه صرت ضميان ولا قاصرك ولا شيء تبي تزود بس يا تنزلك على عد وتمشي معاه مسافه يعني ما هو بكيلو ولا كيلوين تمشي 60 70 80 كيلو ولا تنزلك على عرب. نعم هذه نعم. من 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 اسرارها يعني وان ولا هي عز الله مخلوق صفاته حميده ما في شك ما في شك هي سبحان الله ما خلقت حق الامور هذه حق مراح ورصاق وربطه لا يعني اذا ما تمشي لها في اليوم من العشرين وياي 18 20 15 كيلو شوي عليها تسرح تمشي ولكن على حسب البيئه اللي هي فيها والظروف اللي هي فيها. وفي بعض البلية ولا اقطع هرج ابو معيوف اللي على متمه في بعض البل راح من ديرته عندي وطيه وعطيتك اياها يا فلان وراحت وانت مثلا في الرياض وانا في البحرين وهي مولوده في ذا الديره ومن ربط في ذا الديره يجيها مرض قال لها هيام هيام تهوجس تبي موطنها ورباها يقولون بعضها ما يعود اللي قطع عود هذا قال لها هيام وظهر لها علاج ذا الحين يعطونها علاج يعطونها ذي لكن تشوفها مريضه وحالها شين حزن تبي حزن تبي حزن تبي حزن تبي اهلها تبي نعم مرباها الاول لين نعم عاد تاخذ لها فتره تنسى واللي كان يواليها يحنها ويداريها والفته وحبته. دور الراعي يوجهها على المراعي الزينه ما تدخل مع ابل ثانيه ها اي يشوف دبرتها وين يسنعها عن ان كان جايه عج ولا جايه شاء سنعها ووجهها معه للعصر ويحددها على المراعي الزينه حددها على المراعي الزينه. ويطلق على الجمل سفينه الصحراء كما هو معروف وهو وصف مثالي ينطبق عليه تماما نظرا لقدرته العجيبه على تحمل المشاق وصبره على احتمال العطش في هجير الصحراء وحرها اللافح. وهو يقطع الفيافي والقيفار رفيقا لصاحبه في الصحراء الموحشة في حله وترحاله الطويل. وخلاف لا شف في ركوب العراميل ليقرب الاكوارهن والقشار هزع الفقاير من ردات النسانيس هدب الظهور وفي المواقف انظار محنيات كنهن القواويس تلايد فيهن يضيع الخيار فج المرافق ماشي كن الحواسيس ولا قلطوا لزوارهن للزوار ولا دق فيهن ساس قوش الحراسيس ولا دوجوا من بينهن بالحوار اضع الرقاب مربعات الفواعيس وشلف الاذاني والجماهي كبار وفرادهن تقدح سوات المقابيس ولا زيمن في بنات التجار وفرادهن تقدح سوات المقابيس ولا زيم في بنات التجار الى دلبحن مثل المحال المماريس وطوعات في اليمنى وحد اليسار او كنهن ربد مع اقصى المراويس تسابقا دحي فرود صغار لا دلبحن مثل المحال المماريس وطوعات في اليمنى وحد اليسار او كنهن رفد من اقصى المراويس تسابقا
دحي فروخها صغار عجلات إله ومبعدات المناطيس يزين دوجتهن بأرض القفارة لا طاح حمالا على طارف الخيس وجنب إلى الصمان هي والطوارة وابل حقوق وقافر ما بعد ديس فيها القطيفي والنفل والقشارة ما عقب أثر سيله يكون العواسيس وثرهم عفته والضبا والحبار ولا ظهرنا بالحرارة القرانيس افتر طير الطلع منه نطار عمير بن راشد بن عفيشة الهاجر ناقي طال عمرك من يوم يحطها البعير وقت مناخة أو ضراب تأخذ لها أسبوعين وتعرض على الفحل مرة ثانية إن كان هالقحت بيّنت فيها بعض الموارد تبين رفعت الذيل اللي تشول وترفع عنقها فوق هذه بين لقاح قال لها عشار وتأخذ من اليوم اللي انت عرضت فيه على الفحل كمال السنة 12 شهر بعضها عاد يمد عقب السنة 10 أيام بعضها يمد 20 يوم بعضها أسبوع ما هو بسوى تشول الناقة قال ناقة فلان شولت ولدت يعني بالعموم العامية يمكن لكم أن تقول والد ولدت يقول شولت الناقة شو عاد يابت لك بكرة ولا يابت لك قعود أنت ما أقسمها لك الله سبحانه وتعالى نعم ينسب الأم لها أقوى من الأبو سبحان الله الأم يعادل 70% يمكن من صوبها كان فيها زين كان زينها وكان فيها سر راكض مثل ولا أبو له أبو له نعم ولا هي تنسب له تنسب لأبوها وهي المربط الناقة وهي المربط الناقة الناس من أول تعنى عشان البعير الزين الطيب نعم. بناقته ويكون له حلال وها وتعنى بالثانية ولا هي المربط الناقة الناقة هي المربط اللي يكون منها الرجال حلال هي اللي تنتج عادي يتعنى بها يدور البعارين الزينة موجودة لا بحل معروفة عند فلان وعند فلان تعنى لها والبعير الزين وإذا جيت تشوف إنتاجه عند أحمد معيوف عنده بعير زين يا أحمد وين إنتاج البعير ذي شوف إنتاجه حشوانه وش قايله زينة ضربت شفتها ها رحت عند حق بعير غيره لين تشوف البعير اللي يصلح لك إنتاجه والتوفيق عند الله حال. بعدين تسمى بنت فلان ولا بنت فلانه؟ عاد تسمى بعضها يسمونها على والغالب يسمونها على ابنها بنت فلان. بنت فلان. اي بنت نعم. فلان. يعني ولا هي ترى المربط الناقة. على مصيحة على حرقان على. يعني مو مثل الخيل الجلابي. لا يسمونها بعضهم يسمونها. بنت فلان لكنهم يروحون حق البعير أكثر. ايه حق الأبو. نعم. حق الفحل أكثر. كيف يختار الفحل؟ تختار الفحل ذي حق الناقة كيف تختاره؟ ترى من سلالته أول شيء أماته أبوه شنه تنشد وراه جدته شنهي أبو البعير ذي أبوه يده شنه تروح وراه تنشد سلالة سلالة طال عمرك سلالة اليوم الناس تجهد طال عمرك هذه تجارة أصبحت تنباع بالملايين ناس التعنى طال عمرك تشلها 6 ولا 7 من المملكة تروح بها الإمارات عشان بعير معين ما لا عند حكام عند حكام ولا يظهر ولكن جزاهم الله خير ما يمنعون حد يضرب عليه يسترزقون الله من وراه تلقى فيه سر مثلا ركض يعني له عيال لهم ركورد في السباقات وذي بينت وباعت ملايين سباق وفي زين وفي بعارين بعد في بعارين تيم مزاين موجودة عند الحكام حكام الخليج موجودة عندهم ويتعنون لها العرب يتعنون تعنى حلال وايد مو بشوي تشوف البيان عند 400 ناقه 300 ناقه تنتظر عدل لي دورك والتوفيق عند الله دائما في المزاين هو الحين انتاجه شارك في المزاين وظهر دار ان ذي البعير والله بنته شاركوها في ذا المزاين وظهرت جابت رقم زين الاول ثاني تعنى لها العرب بس كان في السباق واذا كان في السباق بس بعد لازم ما هو الابو طيب ولما هو طيبه لازم تختار تنتج يعني احنا بعض الناس تسال على الام ازيد من الابو نعم
لأن هي أسرار في الإبل ويجيب. ومن الأحاديث التي تناولت الإبل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم.